أم طارق من مصر. السلام عليكم. وعليك السلام يا أم طارق. طارق ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. أنا ابني عنده 5 سنين. ما شاء الله، الله يحفظه، قولي أمين. ربنا يحفظه. بعدين هو جاله أنيميا البحر المتوسط وهو عنده 2 سنين وبقين. معلش أنا هطول عليك، أنا أسف. لا خذي راحتك. جاله أنيميا البحر المتوسط وكان بينقل دم على فترات متباعدة، كل ما يكبر فترة نقل الدم بتاعته تقل. راح قالوا لي اعملي له عملية زرع نخاع. نعم. وهو حالته كانت كويسة، كويس بينقل دم بس على فترات متباعدة وصحته كويس. قالوا لي نسبة نجاح العملية بالنسبة له هتبقى عالية جدا وهيكمل حياته طبيعي. نعم. رحت أنا بقيت أصلي، أصلي ربنا وأقول له يا رب لو فيها خير يسترها العملية دي. نعم. لأنها عملية صعبة، لو فيها شر ابعد عنها. نعم. ألاقيها بتقرب وألاقي الباب اتفتحت لوحدها. نعم الحمد لله. العملية. إيه. ونروح نعمل الورق بتاع هي بتتعمل تبع الحكومة. الورق. نعم. اللي بياخد سنين في الحكومة يخلص في 3 شهور. ما شاء الله. إيه. على طول. وأصلي ويا رب لو فيها خير قربها، لو فيها خير قرب. لغايه ما العمليه بعد 3 شهور الولد كان في اوضه العمليه. دخلنا العمليه في العمليات. شو صار فيه؟ بعد ما خف وبقى الحمد لله وصليت انا وهو قلت له يلا يا طارق نقوم نصلي احنا نحمد ربنا ونشكره ويقول الحمد لله ويصلي، ابتدى يظهر عليه مضاعفات، مضاعفات العمليه، مضاعفات العمليه. اوكي. هي. وبعدين تعب خالص وجاله بقى طرد، وجاله حاجه اسمها طرد من العمليه، وجاله في بطنه، جاله في جلده كله اتقشر، وجاله في بطنه، جاله نزيف في بطنه جامد. نعم. وتوفى. وانا كان قلبي حاسس، توفي توفي توفى رحمه الله عليه. مات. ما كانش عندي ما عنديش غيره. انا ما كنتش بنام غير لما هو يبقى نايم عشان انا مش بعرف انام غير وهو جنبي. وكنت كل ما اصلي اقول له يا رب لو فيها خير قربها. نعم. انا ما عنديش غيره. وكنت ونقعد واقعد ادعي كتير الاقيها اتكسرت، اقول يا بنا هكدب قلبي ولا. نعم. ام طارق. السلام عليكم. وعليك السلام يا ام طارق. انت اتصلتي امس صح؟ اتصلت امبارح. شكرا جدا ليك وكلمتني تاني. يا مرحب، قولي يا ام طارق. يا شيخ انا ابني زي ما حكيت لحضرتك امبارح كان هيعمل عمليه بتاعت زرع النخاع دي، وانا والله استخرت ربنا. وانت استخرتي وقلتي اذا يا رب كان في خير فقرب لنا الموعد، فقرب لك الموعد. نعم. وفي كل صلاة فقرب لك الموعد. فأدى ابنك العملية مما أدى لوفاته. فأنت تتساءلين الآن كيف وأنا استخرت الله عز وجل شانه ثم بعد ذلك أدى للضرر، صح؟ إزاي أدى للضرر؟ وكمان يعني الحكمة في إن الطفل زي إحنا الكبار لما بنتعب بنقول تكفير ذنوب. نعم. ربنا بيشيل عننا ذنبنا. نعم. طفل زي ده أنا كنت لما ببص عليه بقول له يا طارق أنت جدع، أنت إن شاء الله هتخف، أنت استحملت اللي الرجالة. نعم. الكبار ما استحملوش. نعم. شايف حاجات صعبة جدا جدا. وليه أنا اللي كنت بخاف عليه من شكة الإبرة؟ والله العظيم لما كانوا بيشككوه بالإبرة كنت بقعد أعيط جنبه، أشوف معاه كل ده، أشوف فيه هو كل الحاجات الصعبة دي. زين. يعني هو كانت شكة الإبرة عندي كنت بعيط. زين شو السؤال يا أم طارق حتى نكسب وقت؟ شو السؤال؟ السؤال دلوقتي أنا ليه ذنب في اللي حصل له ده؟ لا شو دخلك يعني أنت؟ لأن أنا اللي دورت على عملية. تعرف شو تعرفي حتى ولو أنت دورت بنية تقتلي ولا تشافيه؟ كنت عايزة يبقى طبيعي. طيب بسألك سؤال، أنا مثلا ولدي يريد يسافر سياحة لسويسرا وركبت الطيارة وطاحت الطيارة، تقول أنا لي ذنب؟ أنا نيتي كان يمتع نفسه لكن قدر الله طاح الطيارة. فلا تحملوا تعرف شو مشكلة البشرية؟ نحمل أنفسنا ذنوب الله لا يحملنا إياها، نحمل نفسنا عبادات الله لم يحملنا إياها، نحمل أنفسنا مثالية الله يقول لكم ترى أنتم بشر وأنتم تخطئون، والله عز وجل قال أن تخطئون بالليل أغفر لكم في النهار ولولا أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم. وما هذا؟ لا نريد أن نذنب. مشكلة البشرية أنها تريد ما الله يجبرها، فالله ما حملك ذنب، لا تحملي نفسك ذنب، لك أجر بإذن الله، سعيت لشفائه لك أجر، مات لك أجر، صبرت لك أجر، هذه الحياة. علمت يا أم طارق؟ طب أنا هسألك سؤال برضه، ليه الطفل ليه يعني إحنا بنكفر ذنوبنا، ليه هو يشوف كل الحاجات الصعبة دي؟ السيارة عندها ذنوب؟ نعم. السيارة أنت لك ذنوب؟
سيارة أكيد كل السيارة 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 العربية. لا لا ما عليه، لو دعمتي فيها وصلحتيها بفلوس وصبرتي على الدعمة لك أجر ولا لا؟ أكيد، لأنها تخصك ولأنك صبرتي ورضيتي بقضاء الله وقدره، فما ظنك ولدك مع فارق التشبيه. فليس كل ذنب أو ليس كل بلاء يقع على الطفل أنه والله ما إله ذنوب، لا، ربما رفع درجة لأبيه وأمه، يا هل يصبرا أم لا؟ وقصة الكهف تعلمنا كذلك، قتل الغلام، لقياه غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، فيعلمك هذا الأمر، وهذا قتل كان، فيعلمك الله عز وجل إذا ابتلى أحد من الناس بأبنائه إنما يريد رفع الدرجة، لأن أغلى الإنسان المال، قال الله عز وجل المال والبنون زينة إيه؟ حياة الدنيا، فهذا أغلى ما تملك، مال وبنين، فالله الله يبتلينا بهذين الأمرين، مال وأبناء، يعني الإنسان على استعداد أن يضحي بصحته من أجل ابنه، الإنسان على استعداد عنه أي حاجة. فلهذا السبب أختي هو أجر ومناط أجر والصبر، لا تسيء الظن بالله، لا تقول يا رب ليه ابتليت ابني وهو ما زال لم يذنب ولم يكن، لا تسيء الظن بالله، يفعل ما يشاء، سنة الله عز وجل الابتلاء واقع على الجميع، واقع على الجميع، ابنك إذا لم يبتل الآن سيبتلى بعد ذلك، لكن العاقبة لمن يصبر. أحسن الظن بالله، النبي صلى الله عليه وسلم مات أبناؤه أمام عينيه ودفنهم، وهو المصطفى من الله. نوح عليه السلام مات ابنه أمامه وهو المصطفى من الله. فالشاهد من الأمر أنت لا تظني أن دائرة الابتلاء ستخرجي عنها بقربك إلى الله أو بحب الله لك. الله عز وجل يبتلي من يحب أكثر ممن لا يحب. لما دخل الرجل على ابن عمر قال لابن عمر أنا منذ كذا وكذا لم أمرض، ما مرض منذ، قال لست منا، لست منا، الله يبتلي من يحب أكثر بكثير ممن يكره. بعض الناس يظن أنا بقرب لله لن يبتليني، لا، يبتلى الناس على قدر دينهم، علمتي؟ فوجودك مع الله لا يحميك من اختبار الله لك، لأن الدنيا مناط اختبار، ربما أصلا إذا الله ما اختبرني دل الله لا يريد، ما يريد اختبرك، أنت أصلا طايح ما يريد اختبرك، علمتي؟ الفاشل لا يختبر، الفاشل لا يختبر، الناجح هو الذي يختبر. فاصبري وثقي بالله أختي. يا شيخ أنا كل زعلي إن أنا هو اللي أنا كنتش بصلي، ما كنتش ملتزمة في الصلاة، مش هادي أختي، لا شوفي هو اللي خلاني ردك إلى الله حسسني بقيت أصلي وبقيت كل ما بصلي أعرف إن أنا معايا نعمة كبيرة، نعم. لازم أشكر ربنا عليها وأصلي بس خلص. إذن أنت بل الإنسان على نفسه بصير.